هو بالمشاهدين الكرام، ولعلنا نبدأ بشكر الله ثم رفع أسمايات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذين يقفون وراء هذا الإنجاز وإنجازات الوطن. نحن الآن نسجل الإنجاز الثاني والخمسين للمملكة العربية السعودية بدعم كبير من قادة هذا الوطن المعطاء، وكذلك إنجاز بأن هذه العملية كما ذكرتم مودة ورحمة، برحمة الله ثم برحمة هذا الوطن وقيادته الحكيمة نسجل إنجاز للوطن بفصل التوأم اليمني من عدن، ونتوقع أن يخرج التوأم خلال الساعة القادمة بسريرين منفصلين لأول مرة في حياتهما. والجميل في هذا الإنجاز أن العاملين كلهم من أبناء وبنات الوطن. اليوم لدينا مشاركات من أطباء وطبيبات سعوديين، كوادر شابة تشارك هذا الإنجاز من مختلف مناطق المملكة، وهذا يؤكد أن هذا الوطن لحمة واحدة، وطن واحد. وكل يوم نسمع إنجاز في هذا الوطن، إنجاز في الطب، إنجاز في الهندسة، إنجاز في الاقتصاد، إنجاز في رؤية المملكة، رؤية المملكة 2030. هذه العملية تسجل من سجل حافل للمملكة.